فيما يخص التعاون في مجال اللقاحات، فلقاح سبوتنيك الروسي تم اعتماده وتسجيله في مصر، ويتم أيضا إعطاء لقاح كورونا للرياضيين المصريين المشاركين في الفعاليات الأجنبية، وهناك تعاون كبير في مجال اللقاحات. نحن بحثنا أيضا في مشروع إنشاء مشروع تصنيع لقاح جديد يستطيع التغلب على أوميكرون وكافة الأنواع الجديدة من كورونا وأيضا جدر القردة، وهناك تعاون كبير بين وزارتي الصحة في هذا الشأن. لقد تحدثنا أيضا عن العديد من الموضوعات الأخرى التي تحتل الاهتمام المشترك من الدولتين، خاصة فيما يخص دور مصر في إفريقيا وشمال أفريقيا. تحدثنا أنه يجب أن نتخلص من هذه الأزمة الموجودة في الشرق الأوسط، خاصة الصراع العربي الإسرائيلي، ونؤكد على ضرورة تسوية هذا الصراع واستئناف المفاوضات على خلفية المجموعة الرباعية الخاصة بتسوية الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية بوساطة مصرية. ويجب أن يتم إنشاء دولة فلسطينية وأن يكون هناك حل للدولتين وتنفيذ كافة قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن. تحدثنا عن ليبيا، حيث نرى أنه يجب أن يتم دعم الأمم المتحدة في مسعاها لتسوية الأوضاع في ليبيا. وكان هناك بعثة للأمم المتحدة في ليبيا، يجب أن ندعمها وأن تتم كافة تلك المساعي وفقا لمظلة مجلس الأمن والمؤسسات الدولية. يجب أن تدعى كافة الأطراف السياسية لكي يكون لها قرار في ليبيا. فيما يخص سوريا، يجب أن يكون هناك حل رئيسي في الاعتراف بسيادة روسيا على أراضيها وحق الشعب السوري في تقرير مصيره. وفي هذا السياق قمنا بإعطاء تقييم ممتاز لتلك الجهود الدولية التي طرحت في قمة روسيا إيران تركيا التي انعقدت منذ فترة قريبة بحضور رؤساء ثلاثة دول. وكان هناك أيضا منصة للتسوية السورية عقدت في كازاخستان في أستانا، وتم احترام كافة القرارات التي اتخذت. تام يجب أن يعمل المجتمع الدولي بشكل كامل على تسوية الأزمة السورية والوصول لحل وسط يضمن في الأساس وحدة أراضي وسيادة روسيا برعاية الأمين العام للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.